اهلا وسهلا بكم جيمرز ويوتيوبرز. انا علي السيد زي ما انتم شايفين معايا لينجسر. احنا النهارده في كومي كون ميدل ايست. اخبارك لين؟ انا كثير متحمسه لاكون هون وكثير متحمسه فاجيكم ان شاء الله. يعملوا كل الشركات اللي بتحبوها من اكس بوكس لبلاي ستيشن. في عندنا ستاند لويتشر لجي كي جيمز لايسوس كلياتهم هون ونحن حنمرق ونفاجيكم شو عم بيصير. وما تخافوش هنكلمكم انتم كمان وخصوصا اذا انتم لابسين النهارده كوسبلاي موجودين في الفيديو ان شاء الله. فيلا بينا نبدا. يلا بينا. وزي ما انتم شايفين انا دلوقتي مع مالك تفاحه مدير مجتمع اللاعبين الشرق الاوسط من يوبي سوفت. ازيك مالك؟ الحمد لله ماشي الحال. قول لنا النهارده انتوا عندكم حاجات كتير قوي في مكان يوبي سوفت. انتوا عندكم النهارده قول لي. انا كتير فخور باللي هلا صار من ساعه تقريبا. كان اول مره بنعمل عرض للاعبين العرب بالشرق الاوسط هون بكومي كون. اوكي. وكتير كان فخر لنا انه نقدر اول شيء يعني نعرف عن حالنا يعني بشكل رسمي. أوكي. ونفرجي العالم انه نحن هون ونحن موجودين لهم. اوكي. بلشنا العرض باول شيء نفرجيهم اساس كريد كرونكلز. لا استنى بقى، انا خليني اقول حاجه. اللعبه دي لازم تلعبوها لان فعلا من احلى الالعاب اللي شفتها النهارده. ثانك يو. يعني انا كثير فخور انك انت عم تقول هيك شيء. بلشنا اول شيء نعطيهم بس بريف عن القصه انه شو هي اساس كريد كرونكلز. بعدين عملنا ذا فيرست ايفر لايف ديمو. ايوه. اساس كريد كرونكلز تشاينا with a friend of mine, a colleague of mine, be Ubisoft Abu Dhabi. Okay. وكمان جانا انتقلنا ل The Division. أيوة. يعني من أكثر الألعاب اللي كتير لاعبين متشوقين لها. فرجينا التريلر تبع E3 2014. مزبوط. اللي بيعرض إنه هيك ملخص مفيد على شو هي The Division. Okay. ورجعنا أعلننا إنه The Division حتكون أول لعبة ل Ubisoft مدبلجة بالكامل للعربي. بالظبط. وانتوا طبعا سمعتوا عنها على IGN مني انا، لانه انا اول ما شفت الخبر نطيت من على الكرسي بصراحه. انت قلت كمان ان اللعبه دي هتطلع امتى؟ هتطلع هالسنه بس هالسنه. طيب خلاص انتوا سمعتوها هنا على IGN يوم يعني يوم من ايام السنه دي. بالظبط. هلا احنا كثير فخورين من اللي عم الشغل اللي عم يصير بذا ديفيجن ومن الشغل العربي اللي عم بيصير بذا ديفيجن. ونحن يعني وي كانت ويت لانه اللاعبين يلعبوها خاصه اللاعبين العرب. واحنا كمان بنشكركم على الدعم الرائع للعرب لانه فعلا شكرا. فعلا احنا شايفينكم مؤخرا فعلا بتعملوا كل حاجه معربه، الدعايات، بتحاولوا تنزلوا العاب متعربه كمان، فده فعلا شيء رائع منكم يوبي سوفت. فشكرا لك. وزي ما انتم شايفين احنا ورانا دلوقتي الاكس بوكس بوث، عندهم النهارده ستيت اوف ديكي يير 1 اديشن، عندهم كمان فاست اند فيوريوس الدي ال سي على فورزا هورايزن 2، وكمان لكل اللي بيحبوها زي انا جود سيميليتر. لين ايه رايك؟ ايه اللي ورانا؟ ورانا شيء كثير بخوف. ورانا زومبي طالع من ستيت اوف ديكي يير 1 سرفايفل اديشن، بس نحن مش خايفين لانه في قفص. بالظبط. ما في يتقرب لنا. بالظبط. بس نفس الوقت ما حنقرب كثير لهونيك. اي بالظبط. زي ما انتم شايفين احنا في مسافه ورانا بس عشان نبقى نكمل النهارده. فانتوا عايزين تجربوا الالعاب دي كلها، هتبقى موجوده ان شاء الله قريب. انا هلا مع رافي، نحن بالستاند تاعو الانفيديا وهنا عاملين شراكه مع ذا لاب هون بالامارات لا يعملوا ريك بيلدينج كومبيتيشن. يعني هن متخصصين انه يعملوا جيمنج بي سي. رافي شو فيك تخبرنا شو عم تعملوا اليوم؟ اليوم اول شيء نحن بترينج تو كرييت ا كوميونيتي تنفهم العالم انه تو بيلد بي سيز اند تو هاف بي سيز از نوت از ديفيكولت از وات بيبل ثينك. يعني كثير سهل الموضوع. تشتري الكومبوننتس يو بوت ذيم توجذر. يعني الفكرة انه اسهل واحسن انه انت تعمل البي سي تاعولك بالبيت عن انه تروح تشتري واحد خالص. بالضبط. بتصير تعرف شو بقلبه وهيك. بالضبط. واليوم احتفالا بهالشيء عم تعملوا مثل منافسة، ما هيك؟ منافسة لألا. هلا تنشجع العالم تيشتركوا تيعملوا تيتفننوا أكثر بالريك بيلدرز وتيبنوا أجهزتهم. هلا عملنا أول وحدة بجولدن هول. غطيناها. وهيدي تاني واحدة بس هيدي أكبر بكتير لأنه هالمرة عنا over 20 جهاز. حلو. And they're really done very 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 well. يعني في أجهزة أنا شفتهم و I was shocked they were that pretty. And hopefully we will get the trend up وكل العالم بلشوا يشتركوا فيها. وزي ما انتم شايفين أنا موجود في الستاند تاع بلاي ستيشن. طبعا هم عندهم في كومي كون بلودبورن. انتوا عارفين اللعبه دي فعلا لعبه من احلى الالعاب على بلاي ستيشن السنه دي، وزي ما انتوا شفتوا على موقع اي جي ان اخذت 9.5. فلازم لو انتوا كنتوا موجودين لازم تكونوا جربتوها، او لحتى مش موجودين ميك شور انتوا تجربوا اللعبه. وفي حد ورايا، ايه اللي بيحصل؟ لا
نحن هلا على ستاند ويتشر 3 وعم نشوف اللعبه عم تنلعب على شاشه 4K، يعني دقه الرسومات فظيعه، وفي عندهم كم شغله كمان حلوه وهون مثل اكس بوكس 1 عليها خط عربي حنفرجيكم اياها كمان. وما تنسوا تتابعوا تغطيه ويتشر 3 هالشهر على IGN First. وزي ما انتم شفتوا دي تغطيتنا الكبيره قوي لحدث كوميك كون الشرق الاوسط. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا. انت ايه رايك النهارده، انبسطتي؟ ايه تعبت كثير وكثير في اشياء عم بيصيروا وبعدنا ما خلصنا بالضبط. بس حبينا نفرجيكم مثل فكره عامه عن كل شيء عم بيصير هون لتجوا تشوفوه السنة الجاي. بالضبط بالضبط. ما تخافوش كمان، احنا عندنا زي ما انتم عارفين IGN Convention كمان، خليكم تابعينا عشان تعرفوا اخبار عنه اكتر والمزيد عن تغطية الاحداث دي، كل حاجة ريليتد للالعاب. انتوا موجودين على المكان المناسب، IGN الشرق الاوسط.